السلام عليكم مباراة دولية ودية مرتقبة ستجمع بين المنتخب الجزائري والمنتخب المصري ضمن إطار الاستعداد لنهائية كأس أمم 2024 بالكوت ديفوار حيث تأهل المنتخب الجزائري إلى نهائية كأس بعد تصدر ترتيب المجموعة السادسة بالتصفيات وتأهل المنتخب المصري إلى النهائيات بعد تصدر ترتيب المجموعة الرابعة بالتصفية وسيحتضن ملعب أبو ظبي بالإمارات لقاء الجزائر ضد مصر في مباراة دولية ودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 على أن يتم تحديد توقيت هذه المباراة لاحقا إن شاء الله ومن المنتظر يتم نقل مباراة الجزائر ومصر على قناة أبو ظبي الرياضية وعلى قناة الجزائرية الأولى